رحمتك أهلا بيكم أخواتنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج شفتي تسبحانك. هنبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة بكلمة الله، والمزمور ده اللي هنقراه مزمور 148. كلنا هنقراه هنا في الاستوديو، وبشجعك كمان هات كتابك أو بص على الشاشة وقول الكلمات الجميلة دي، كلمات الكتاب اللي بتقول إنه كل الخليقة، كل الخليقة بتشترك في تسبيح الرب. وانت بتقرأ معانا هتشوف أنواع من الخليقة يمكن ما يجيش في ذهنك قبل كده إنه معقول ممكن النوع دوت يسبح ربنا. فركز قوي معايا وانت بتقرأ، هنقرأ بهدوء وإحنا بنقول كلمة الله. هللويا، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنوده، سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحيه يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات، لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت وثبتها إلى الدهر والأبد، وضع لها حدا فلن تتعدى. سبح الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج، النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته، الجبال وكل الأكام، الشجر المثمر وكل الأرز، الوحوش وكل البهائم، الدبابات والطيور ذوات الأجنحة، ملوك الأرض وكل الشعوب، الرؤساء وكل قضاة الأرض، الأحداث والعذارى أيضا، الشيوخ مع الفتيان، ليسبحوا اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده، مجده فوق الأرض والسماوات، وينصب قرنا لشعبه، فخرا لجميع أتقيائه، لبني إسرائيل الشعب القريب إليه. هللويا هللويا. نحن نشترك مع الخليقة في التسبيح. تعالوا نبدأ مع بعض بالكلمات الجميلة دي. يا رب كل الكون يشهد بصنيعك، أعمال إيديك بتقول دايما أنت إله حقيقي. يلا مع بعض. يا رب كل الكون يشهد لصنيعك، أعمال إيديك تهتف وتقول إنك حقيقة. يا رب كل الكون يشهد لصنيعك، أعمال إيديك تهتف وتقول إنك حقيقة. ملكك يا يسوع لدهر الدهور، سلطانك يا ربي للأبد يدوم. نباركك ونعليك، نسجد لك يا مليك، وحدك مستحيل، اكرمنا للأبد. قول معايا، نباركك ونعليك، نسجد لك يا مليك، وحدك مستحيل، اكرمنا للأبد. كل الحياة معاك مليانة بجودك، إله قدير صادق وأمين في كل وعودك. كل الحياة معاك مليانة بجودك، إله قدير صادق وأمين في كل وعودك. من غيرك إله صالح يا الله، وبقوة سلطانك تصنع المحال.
مستحيل تكرمنا للأبد نباركك ونعليك نسجد لك يا مليك وحدك مستحيل تكرمنا للأبد. نفسي نقولها مرة تاني أسرع من كده ونقولها بحماس واحنا بنقوله بنباركك النهاردة. يلا مع بعض. يا رب كل الكون يشهد لصنيعك أعمال إيدك تهتف وتقول إنك حقيقة. يلا مع بعض. يا رب كل الكون يشهد لصنيعك أعمال إيدك تهتف وتقول إنك حقيقة. ملكك يا يسوع لدهر الدهور سلطانك يا ربي للأبد يدوم نباركك ونعليك نسجد لك يا مليك وحدك مستحيل تكرمنا للأبد نباركك ونعليك نسجد لك يا مليك وحدك مستحيل بكرمنا للأبد. كل الحياة كل الحياة معاك مليانة بجودك إله قدير صادق وأمين في كل وعدك. كل الحياة معاك مليانة بجودك إله قدير صادق وأمين في كل وعدك. من غيرك إله صالح يا الله وبقوة سلطانك تصنع المحال نباركك ونعليك نسجد لك يا مليك وحدك مستحيل تكرمنا للأبد نباركك ونعليك نسجد لك يا مليك وحدك مستحيل اكرمنا نباركك ونعليك اعلن نباركك ونعليك نسجد لك يا مليك وحدك مستحيل اكرمنا للأبد. برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود أرنم للرب طول ما أنا موجود أرنم للرب في حياتي وأسجد لي. تعالوا يقول لي التعهد أمام الله ساعدني يا رب يكون ده أسلوب حياتي. يلا مع بعض. برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود يا مالكي يا إلهي الرب الوجود عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة اسمك العالي بيحرر ويفك برفع إيديك تسبيحي كل ما أنا موجود أعلن معايا مالكي يا إلهي رب الوجود عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة اسمك العالي بيحرر ويفك قيود وصوتي ليك هيعلى سلامي أفرح سماوية في حضورك بتغمر قلبي تكفي إنك معايا وإنت ربي برفع إليك تسبيحي كل ما أنا موجود كل الرب يا مالكي يا إلهي رب الوجود عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة اسمك العالي بيحرر ويفك قيود صوتي وصوتي ليك هيعلى كل ايامي ده انت فرح قلبي وانت سلامي وصوتي ليك هيعلى كل ايامي ده انت فرح قلبي وانت سلامي افرح سماويه في حضورك بتغمر قلبي معايا وانت ربي
الترنيمة اللي جاية هنقول كم ترنيمة ورا بعض بتقول سوف أدخل أبوابك بالحمد والتسبيح. لكل بلد أو كل دولة ليها بروتوكول، ففي ناس لما تيجي تحييك تعمل لك كده، في ناس لما تحييك تديك كتف، في ناس لما يحيوك زي مصر لازم يبوسك هنا، وهي طبعا بعد كورونا ما عارفش اللي بيحصل يعني، لكن في بروتوكول للتحية للدخول واستقبال الشخص. عايز أقولك البروتوكول السماوي إنك لما تدخل لي أدخل أبوابك بالحمد والتسبيح. تعلم وأنا أتعلم أيضا، في كل مرة تدخل ما تخشلوش بالطلبات، لكن أدخله بالحمد والتسبيح، لأنه هو ده البروتوكول اللي بيحبه ووضعه الرب في كتابه. يلا مع بعض نهتف بالكلمات دي، سوف أدخل أبوابك بالحمد والتسبيح. سوف أدخل أبوابك بالحمد والتسبيح، لك أهتف يا سيد المسيح، أجد هذا هو اليوم الذي قد صنعته، سأفرح بما أبدعته. أهتف لك يا من أحييتني، أرنم لك يا من أبهرتني، أخبر بك أذيع فضلك وهكذا أسبح. كمان مرة سوف أدخل مع بعض، سوف أدخل أبوابك بالحمد والتسبيح، لك أهتف يا سيد المسيح، أجد هذا هو اليوم الذي قد صنعته، سأفرح بما أبدعته. أرنم لك يا من أبهرتني، أخبر بك أذيع فضلك وهكذا أسبح اسمك. هيا نهتف أمام الرب ونرفع أصوات الحمد. اعلن معايا، لك يلا اهتف معايا، لا مثل لك بين الآلهة يا رب، ولا مثل أعمالك، لا مثل لك بين الآلهة، ما في زيه يا رب God.
الرب يا كل الأرض خلاصه للأبد عظيمة أعماله ومجده في كل الأرض لأنه عظيم القدرة وصلنا في الأعالي
وصلنا في الأعالي نشهد ونرفع اسمك ونعلي مجدك ونفتخر بشخصك وصلنا في الأعالي مجدا ربي الأرباب مجدا 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 لربي الأرباب هاليلويا مجدا لربي الأرباب نشهد ونرفع اسمك ونعلي مجدك شخصيك مجدا لربي الأرباب مجدا لربي الأرباب رحمتك أفضل من الحياة رحمتك أفضل من الحياة شفتايا تسبحانا رحمتك أفضل من كم مرة رحمتك مع بعض رحمتك أفضل من الحياة رحمتك أفضل من الحياة شفتايا تسبحانا رحمتك أفضل من الحياة أرفع يدايا أرفع يدايا لإسمك أرفع يدايا لإسمك شفتايا تسبحانا رحمتك أفضل من الحياة رحمتك رحمتك أفضل من الحياة رحمتك أفضل من الحياة شفتايا تسبحانا رحمتك أفضل من أرفع يدايا أرفع يدايا لإسمك أرفع يدايا لإسمك شفتايا تسبحانا رحمتك أفضل من الحياة هللويا 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 قبل ما رنم الترنيمة اللي جاية اللي بتقول دع روحك المعزي نفسي نقرأ مع بعض إشعياء 40 بالمناسبة لي صدى جوايا الجزء دوت من اللي هنقراه كنت مرة واقف في بلكونة في مصيف في بيت مؤتمرات وكان البحر قدامي وقعدت كده أتأمل وأنا قاعد أقرأ الجزء دوت عايزك وانت بتقرأ معانا دلوقتي يعني اسرح في المشهد اللي الرب كتبه في كتابه الكريم وشوف قد ايه إلهنا عظيم اتأمل في ايديه بس هو طبعا في حاجات كتيرة قوي اتأمل في ايديه ازاي بيقيس الارض ازاي بيقيس السماوات ازاي الجبال بيقدر يحطها على ايديه ازاي ان امم الارض هو حوالي 7 مليار دلوقتي صح او اكتر 7 مليار عارفين 7 مليار يعني حط شوية اصفار كتار قوي ها اعداد مهولة الكتاب يقول ايه انه كنقطة من دلو يعني جيب حط كده حط صبعك في كوباية مية وارفعها في نقطة بتنزل بعد شوية اهو 7 مليار دولت هما النقطة دي اطلع انا ايه في النقطة دي لكن يقول دعوتك باسمك انت لي انت مش رقم انت مش رقم عاملينه في الدولة لكن انت معروف باسمك تعال اقرا معايا الكلمات دي من كال بكفيه المياه وقاس السماوات بالشبر
وكال بالكيل تراب الأرض ووزن الجبال بالقبان والأكام بالميزان. من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه، من استشاره فأفهمه وعلمه في طريق الحق وعلمه معرفة وعرفه سبيل الفهم. هو ذا الأمم كنقطة من دلو وكغبار الميزان تحسب، هو ذا الجزائر يرفعها كدقة. كل الأمم كلا شيء قدامه، من العدم والباطل تحسب عنده. ممكن نقولهم تاني من الأول، اتأمل فيها كده، هنقراها ببطء أكتر وشوف قد ايه هي دي الإيد اللي شايلك، هي الإيد دي اللي مسكاك، هي الإيد دي اللي رفعاك وتقودك. قول مرة تاني: من كال بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر وكال بالكيل تراب الأرض ووزن الجبال بالقبان والأكام بالميزان، من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه، من استشاره فأفهمه وعلمه في طريق الحق وعلمه معرفة وعرفه سبيل الفهم. هو ذا الأمم كنقطة من دلو وكغبار الميزان تحسب، هو ذا الجزائر يرفعه كدقة. كل الأمم كلا شيء قدامه، من العدم والباطل تحسب عنده. الترنيمة اللي جاية خلونا كده هنصليها النهاردة. يا رب، إعلان هذه الكلمات في هذه الأيام، الأيام اللي فيها مخاوف، الأيام اللي فيها إيمان ناس كتير قوي اتهز. عايز أقولك اتأمل في ده بعد الحلقة، إيمانك هيتشدد إنه اللي ماسك الزمام كله هو هذا الإله. ده إيده بس، كم وكم بقى كل ما فيه. رن معايا قول: يا رب دع روحك المعزي يأتي علينا الآن بريح أو بنار ويملأ المكان. يا رب يا رب أنت موجود حقيقي، بس تعالى بقوتك، تعالى بعملك، تعالى بإيمانك، تعالى بتشديدك. تعالى يا رب الركب المرتخية النهاردة شددها من جديد. خلونا نطلب الطلبات دي مش بطلبات شخصية، لكن دي طلبات روحية. تعالى افتح عينينا عليك، قول معايا كلمة: دع روحك المعزي، دع روحك المعزي يأتي علينا الآن بريح أو بنار ويملأ المكان، ويملأ المكان بريح أو بنار ويملأ المكان، يحضر يده مليانة من كل البركات، يوسعها علينا يشبع أولاد
قدم قدم لنا طعاما تشبع به القلوب نسينا هم العالم يا ربنا المحبوب يا ربنا المحبوب نسينا خلونا النهاردة وإحنا رافعين إيدينا قدام الرب وإحنا بقول الكلمات اللي جاية نحن نعلن حضور يسوع طعام يسوع لنا ولك أفراح حرية شبع به عين مليانة به إيمان جديد يدب في حياتك اعلن النهاردة أن حضور يسوع في هذا المكان يسدد لأنه هو الوحيد اللي فيه كل الكفاية يسوع يسوع يخلص يسوع هو عمانوئيل الله معنا ارفع ايدك امام الرب النهاردة وانت بتعلن هذا الاعلان قول له انا بستقبل منك النهاردة يا سيدي الكريم يلي ايدك قوية وقديرة هللويا هللويا ارفع ايدك وانت بتقول نحن نعلن حضور يسوع في مكانك تقدر تعلن الكلمات دي نحن نعلن حضور يسوع نعلن حضور يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد نحن نعلن حضور يسوع نعلن حضور يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد استقبل شفاء من الرب نحن نعلن شفاء يسوع نعلن شفاء يسوع هو واليوم وإلى الأبد نحن نعلن شفاء يسوع نعلن شفاء يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد نحن نعلن سلطان يسوع نعلن سلطان يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد سلطان يسوع نحن نعلن سلطان يسوع نعلن يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد أفراح يسوع اعلن نحن نعلن أفراح يسوع نعلن أفراح يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد اليوم احنا هنرنمها تاني بس واحنا بنرنمها صوت جوايا كده قول لاخواتك النهارده ليله ابراء النهارده بسلطان يسوع الله يستطيع ان يعمل معك معجزه في ناس موجوده عندها اكتئاب وبتاخد له ادويه في ناس مش قادرة تنام الليل من الخوف والهم في ناس عندها مرض نفسي
وتعبت من الدكاترة. يسوع مش بيشفي من الجسد فقط، يسوع بيشفي حتى النفس. في ناس مديون عليها ديون بسبب الظروف. النهاردة تقدر تقول أنا بعلن سلطانك على ظروفي. يلي بتدور على شغل مش تلاقي، وانت قاعد بتتفرج علينا دلوقتي وبتقول أعمل إيه؟ أعمل إيه في الولاد؟ أأكلهم من فين؟ أنا عايز أقولك النهاردة الإيد اللي كنا بنتكلم عنها هي اللي ماسكة كل شيء. فقط ارفع عينك عليه، ولو في خطية توب عنها علشان السماء تتفتح لك. لو بيتك مليان أحزان فقدت عزيز عليك ومش قادر تفرح لغاية دلوقتي، رب بيقول لك النهاردة أنا أقدر أعيد لك الفرحة والابتسامة. ارفع إيدك النهاردة واستقبل من الرب. نحن لا نخاطب الهواء، نحن نتكلم إلى إله حقيقي. هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لأنه يسوع لا يتغير. ارفع كده قول نحن نعلن حضور يسوع. نحن نعلن حضور يسوع، نعلن حضور يسوع. هو أمس واليوم وإلى الأبد، نحن نعلن حضور يسوع، نعلن حضور. هللويا. يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد. اعلن اسم. نحن نعلن شفاء يسوع، نعلن شفاء يسوع. هو أمس واليوم وإلى الأبد، نحن نعلن شفاء يسوع، نعلن شفاء يسوع. هو أمس واليوم وإلى الأبد سلطان، نحن نعلن سلطان يسوع، نعلن سلطان يسوع. هو أمس واليوم وإلى الأبد، نحن نعلن يسوع، نعلن سلطان يسوع. هو أمس واليوم وإلى الأبد، أفراح يسوع نحن نعلن أفراح يسوع، نعلن أفراح يسوع. هو أمس واليوم وإلى الأبد، نحن نعلن أفراح يسوع، نعلن أفراح يسوع. هللويا. هو أمس واليوم وإلى الأبد، سلام يسوع، انشر سلام. نحن نعلن سلام يسوع، نعلن سلام يسوع. هو أمس واليوم وإلى الأبد، نحن نعلن سلام يسوع، نعلن سلام يسوع. هو أمس واليوم وإلى الأبد غفران يسوع، نحن نعلن غفران يسوع، نعلن غفران يسوع. هو أمس واليوم وإلى الأبد، نحن نعلن
يسوع. وعايزك وانت بتعلن هذا الاعلان بالاخص على كل شيء بتشوفه موت، لو شايف اللي قدامك في حالة موت روحي او خلاص الدكاترة قالوا خلاص، اعلن النهاردة على كل موت بيهددك، قول اعلن واتكلم بالحياة، لا اتكلم بالموت، اتكلم بالحياة في هذه الليلة على كل موت، على كل روح موت. المسيح هو رب الحياة والروح القدس روح الحياة المحيي. ارفع ايدك وقول نحن نعلن حياة يسوع، نحن نعلن حياة يسوع، نعلن حياة على كل الأشخاص يا رب. يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد، يعني بقوة نحن نعلن حياة يسوع، نعلن حياة يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد، نحن نعلن حياة يسوع، هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو أمس، هو أمس واليوم وإلى الأبد. سقف للرب وانت بتشاهدنا، سقف للرب لأنه يستحق، رب الحياة. هللويا. أنا أثق أن رب عمل حاجات دلوقتي لأنه تكلم ولأنه بنعلن حضوره. عشان كده الجزء اللي هنقراه جزء حقيقي تقدر تطبقه في حياتك في يوحنا 11، مقطع كلنا عارفينه، يوحنا 11 من أول عدد 20. نقول كده مع بعض بصوت عالي وبعديها هرنم ترنيمة جميلة قوي بتقول ربي أنت تستطيع كل شيء. النهاردة لو معاك ورقة وقلم، لو معاك أو بتتذكر أو الموبايل معاك، اكتب، اكتب الحاجة اللي قلت عليها مستحيل، تجيبها كده توديها كده، هي كده مفيش حاجة هتتغير، ده عند العالم، لكن يسوع لما يقول حاجة هغير هيغير. قوله ديني إيمان جديد، اقرأ معايا. فلما سمعت مرثا أن يسوع آت لاقته، وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت، فقالت مرثا ليسوع: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي، لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. قال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت له مرثا: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. ولما قالت هذا مضت ودعت مريم أختها سرا،
قائلة المعلم قد حضر وهو نفس تقول ديت ممكن قول معايا المعلم قد حضر وهو يدعوك كمان مرة المعلم قد حضر وهو يدعوك كمان مرة المعلم قد حضر وهو يدعوك أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرثى ثم أن اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها قائلين إنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت هنا لم يمت أخي فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب وقال أين وضعتموه قالوا له يا سيد تعال وانظر بكى يسوع فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه وقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عينيه أعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر وكان مغارة وقد وضع عليها حجر قال يسوع ارفعوا الحجر قالت له مرثى أخت الميت يا سيد قد أنتن لأن له أربعة أيام قال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب هللويا 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 المعلم قد حضر اعلن هذه الكلمات النهاردة وربي بيقول لك شيل الحجر اللي مانع ان انا اعمل عندك معجزة في حياتك يلا مع بعض ربي انت تستطيع كل شيء ربي انت تستطيع كل شيء ليس شيء غير مستطاع لديك ربي انت تستطيع كل شيء ليس شيء غير مستطاع لديك كل شيء كل شيء كل شيء مستطاع لديك عند كثرة همومي وألامي عندما أرى الأبواب توصد أمامي عند كثرة همومي وألامي عندما أرى الأبواب توصد أمامي اعلن معايا أنت وحدك أنت وحدك أنت وحدك تفتح للأبواب ربي أنت تستطيع كل شيء ليس شيء غير مستطاع لا اعلن معايا ربي أنت تستطيع كل شيء ليس شيء غير مستطاع لديك كل شيء كل شيء كل شيء مستطاع لديك اعلن في صليبك في صليبك فدائي وعزائي في صليبك أرى الدواء لدائي في صليبك فدائي وعزائي في صليبك أرى الدواء لدائي
وحدك لي نبع العزاء. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء، كل شيء، كل شيء مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء. هللويا. ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء، كل شيء، كل شيء مستطاع لديك. ارفع ايدك كده قدام الرب، قول أنا مصدقك. قبل ما نقول الكلمات اللي جاية، أنت تقدر على كل شيء. قول يا رب أنا عايز أقولها بإيمان حقيقي، أنت تقدر على كل شيء، أنت تقدر على كل شيء. التريمة اللي جاية هقولها مع بعض، أنت تقدر على كل شيء، وما فيش معاك صعب، فيش حاجة صعبة قدامك، مفيش حاجة تقدر تقول انت ما تقدرش تعملها، ومفيش حاجة تطيعك، مفيش حاجة يا رب تقدر تزرجن معاك. انت تقدر. ايوة انت تقدر. علي نفتكره واكبر. هللويا 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 هللويا. يا رب ملانا ايمان واحنا بنقول الكلمات اللي جاية دي. انت تقدر على كل شيء. بداية أفصالي
تغفر كل الشرور، تشفي وتداوي وتكبر تسور. بكلمة تغفر كل الشرور، تشفي وتداوي وتكبر تسور. ويروح زمان الأسرى حال، ويتمني لقنا بسرور. انت تقدر، أيوة انت Keep it.